السلام الفقرة عليكم مع ورحمة الدكتور الله خالد وبركاته. الصاعدي، محلل فني وخبير أسواق المال منذ 2004، المستشار الفني لنظام برنامج سوبر ترند معنا الآن فله الساحة. أهلا بك دكتور، تفضل. الله يحفظك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أبدأ الآن بالمفاجأة اللي أعلننا عنها البارح، ولكن طبعا إحنا قلنا حنعلنها عنها اليوم لحضور أكبر عدد ممكن. المسابقة بالتعاون مع قناة مركز وروم مركز وقناة مركز على اليوتيوب. مسابقة عبارة عن اختيار ثلاثة، أفضل ثلاثة حيكونوا هم ذا بيست تريدر، أفضل متاجرين أو متداولين في الأسهم باستخدام برنامج سوبر تريد. الجوائز حتكون مثل ما واضح قدامكم، اشتراك 6 أشهر مجانا في سوبر تريد، سيرشح كأدمن ومحلل فني وعضو في اي بي في روم وقناة مركز، سيحصل على الدورة المتقدمة اللي هي المفاتيح الجامعة للتحليل الفني اللي نقدمها في سوبر ترند، سيحصل ايضا على الدورة المتقدمة لماركت بروفايل اللي نقدمها في سوبر ترند، وكمان حسب ما سمعت حيقدمون جائزة خاصة من روم مركز. كيف تشترك في المسابقة؟ ليس مطلوب منك اي شيء، كل شيء مجاني. المطلوب هو تحميل البرنامج من صفحة مركز، لأنه إذا أنت حملت من موقعنا حتجد أن التسجيل مغلق، موقعنا الرئيسي اللي هو mysupertrend.com، لكن اذهب إلى صفحة مركز، هذا الرابط موجود في البروشور، وستحصل على 21 يوم مجانا. خلال هذه 21 حاول تتقن وتجتهد في أنك تفهم أسرار برنامج سوبر ترند. هذا الشيء خلال 21 يوم، طبعا انت في اسبوع كامل، في اسبوع واحد يكفي انك انت تتقن 70 80% من اسراره. ثم بعد كذا ابدا انت تداول واستفيد من البرنامج حسب طريقه البرنامج. واثبت لنا بعد نهايه ال 21 يوم انك انت استفدت من البرنامج، والبرنامج فعلا انت قدرت توظفه لخدمتك وانه ينمي محفظتك للافضل. هنبدأ الآن التدريب على برنامج سوبر. طبعا في البداية كل شيء واضح، نعيد نفس الكلام لكن الأساسيات واحدة. هذه أمامكم نسخة، خلينا نبدأ فيها، نسخة الجوال والمتصفح تمام من سوبر ترند. عندك أنت بنفس الاشتراك تستطيع تشتغل على نسخة الكمبيوتر وهي النسخة الاحترافية والأفضل، وهذه لا تعمل الا على ويندوز. اذا كان جهازك ماك فما عندك الا تنتقل الى نسخه المتصفح عبر كروم، اللي هي نفس نسخه الجوال اللي هي هذه المعروضه امامك. فبنفس اشتراك التجريبي هذا تستطيع انك انت تشترك او تستخدم سواء يعني الاثنين بنفس الوقت، جوال وكمبيوتر في نفس الوقت. فهذه نسخه الجوال، دائما ركزوا على الاعلانات الموجوده هنا. كل التسجيلات اللي سجلناها مع روم تقريبا 3 جلسات او 4 جلسات مسجله هنا موجوده في هذا الرابط، اضغط عليها تمام، على اساس انه لو فاتك شيء وتبدأ تضغط على تدريب تمام. هذه الفيديوهات تبع قناه مركز كلها، هم الاخوه ما قصروا، كل جلسه يعطوني يستقطعون الجزء اللي ندرب عليه ثم ارفع لكم انا، او الدعم اللي عندي يرفعونه الى الموقع. هذه عندنا جلسه تدريب البارح، وهذه اللي قبلها، وهذه اللي قبلها، وهذا الفيديو لتثبيت البرنامج. يعني انت اول مره، اذا كنت اول مره ركز على الفيديو الاخير هذا، فيه طريقه التثبيت والتسجيل واساسيات البرنامج من البدايه، ثم بعد كده انتقل للفيديوهات الاخرى هذه، وستضاف التسجيلات تباعا، كل ما جاء تسجيل حيضاف. هنا عندنا هذا بروشور المسابقة أضفناه كمان لكم، وهو خاص لرواد قناة مركز. كيف تشتري وتبيع باستخدام سوبر تريد؟ وهذا دليل الفلترة، كيف تعمل تصفية. وركز لي على الملف هذا بالله، سوينا له تحديث البارح، هذا الملف مهم جدا،
يلخص لك كل شيء في سوبر تريد. ابدأ فيه، ابدأ في هذا الملف اللي هو كيف تبدأ يومك مع سوبر تريد. خليني أكبر العرض عشان يشرح الملف ده. هذا يغنيك عن كل شيء، لأن هو أصلا حينقلك على الملفات هذه بالتدريج، حيعطيك التسلسل. حيقول لك إذا افتح على سوبر تريد، طبعا بعد ما تسجل وتثبت، ثم اعمل فلترة يومية. ركز لي على الفلترة اليومية حاليا، آسف، على الإشارات اليومية عندك في البرنامج، تحليل يومي وتحليل لحظي. ركز لي حاليا على التحليل اليومي حتى تفهم البرنامج، ثم بعد كده تقدر تضارب كالمحترفين باستخدام الإشارات اللحظية. فإذا عملت فتحت برنامج، روح على التحليل اليومي، طبعا هذا كلام على نسخة الكمبيوتر والجوال والمتصفح، اعمل فلترة يومية، ثم أضف الشركات، أضف نتائج الفلترة كقائمة متابعة يومية. إذا كنت جديد على البرنامج، ركز على التحليل اليومي. كيف تعمل فلترة يومية؟ هذا هو الملف، تضغط عليه مباشرة. يعني أقول لك هذا الملف مهم جدا، يربط لك كل شيء. هذا ملف الفلترة، في 5 أنواع من الفلترة، تمام؟ عشان احنا بسطناها لكم، في عندك 3 أنواع ركز عليها في الفلترة اليومية. 3 أنواع انا طلبت تلخيصها، وهي: الفلترة الأولى تختار إيجابي على اليومي، تحط علامة صح على إيجابي على اليومي ومنتقل للإيجابية. طبعا راجع الملف هذا عشان تعرف التفاصيل حول الفلترة باختصار بشكل موسع. إذن هذه أول نوع من الفلترة. الفلترة الثانية اللي ممكن تسويها: إيجابي على اليومي، واختر جودة الإشارة نجمة واحدة أو نجمتين أو 3. الفلترة الثالثة المهمة، وهذه غير متوفرة إلا في نسخة الكمبيوتر: إعادة ترتيب. من فوق عندك جنب الفلترة إعادة ترتيب، واختر خاص واحد حتترتب لك حسب قوة الإشارة، واختار 4 5 شركات 10 شركات اللي تبغاها من حيث القوة، واطلبها حسب طريقة البرنامج. اللحظي طبعا ممكن تعمل فلتر حسب جودة الإشارة، وحسب فلترة قوية أو فلترة جيدة أو فلترة حسب اختراق الفيوام، وكله موجود في ملف الفلترة فوق. لكن ركز لي على اليومي. طبعا لما تختار شركة محددة معينة، مثلا اخترت شركة محددة أو مجموعة شركات، هذه الصورة مهمة جدا، كيف تشتري وتبيع، وهي موجودة في الملف فوق كيف تشتري وتبيع في سوبر تريند. لازم تشتري على دعم، إذا صدرت إشارة إيجابية من البرنامج يومية أو لحظية لازم تشتري على الدعم، وتبيع على مقاومة أو على هدف محتمل، أو إذا ظهرت إشارة سلبية يومية. كيف تحدد الدعم؟ ب5 طرق ذكرناه، وموجودة التسجيلات، ما يحتاج إن احنا نعيدها مرة ثانية. 5 طرق، اختار أي طريقة. أنا ما أبغى أعيد نفس الكلام اللي قلناه، هذا دليل الفلترة، تمام؟ فلترة يومية ولحظية، وهذا عندك دليل اتجاهات السهم. إذا كنت تبغى تعرف غطس السهم إيش معناها، كيف تستخدم اتجاهات السهم، هذا كيف تستخدم اتجاهات السهم، طبعا هذا خاص بنسخة الكمبيوتر بشكل كبير. اتجاهات السهم كيف كيف تستخدم قنوات التحرك، كيف تستخدم المؤشرات المفتاحية، كيف تستخدم غطسة السهم وهذه مهمة جدا، تمام؟ كيف تستخدم سوبر فوليوم، فهذه كلها موجودة في الملف هنا. فهذا موجود، الملف مهم جدا، موجود الصفحة هذه موجودة عندكم. وطبعا لا ننسى تراجع التسجيلات اللي ذكرناها. نبدأ الآن في نسخة الكمبيوتر، نبدأ العرض، وخلينا نأخذ مثال على أي شركة تبغوه نشوف إيش يصير معانا. خليني أفتح نسخة الكمبيوتر. طيب نسوي الآن عرض. هذه نسخة الكمبيوتر، وهي الأكثر احترافية. إحنا نركز دائما نقول استخدم نسخة الكمبيوتر إذا أمكن، ما أمكن نسخة الجوال تكفيك، ولكن يكفي لو في الليل بعد ما ينتهي التحليل اليومي، يعني السيرفرات تحلل، اعمل قائمتك للغد عن طريق نسخة الكمبيوتر. ليش نسخة الكمبيوتر؟ لأن فيها اتجاهات السهم هذه غير موجودة في نسخة الجوال بشكل يعني موسع، ولا الباقي كله موجود، والإشارة نفسها القوة
ونفس الشيء. فهذا الآن عندي، خلينا نبدأ الفلترة. كيف تبدأ يومك مع سوبر ترند؟ ممكن تعمل إعادة فلترة، إعادة ترتيب آسف، تمام، وتختار خاص واحد. حتترتب لك حسب القوة، شايف؟ حسب القوة. اختار لأي شركات تبغاها، أول 10 شركات، أول 5 شركات. شوف اليوم ايش معطينا، الخليج للتدريب، الوطنية، عطاء، الكهرباء، اللوجين، شوف هذه كلها ايش وضعها اليوم. بالله يا أبو يحيى لو تكون معايا أنا، لأني ماني فاتح على مباشر أو تيكر شارت أو ذا، لأن بصراحة ما عندي. نعم تمام، الجهاز الثاني هو في محفظتي، وأنا لا أخفيكم سرا أني أنا محفظتي، ما تصدقون إذا قلت لكم، أنا سلمتها ولدي عمره 20 سنة ما ودربته شاء على الله ما البرنامج، شاء الله. وهو الآن يدير البرنامج حسب البرنامج اللي أنا ليه لمسات، أرسل له بس الفلترة، أرسل له أشياء وأقول له ادخل عليها. خلاص تفرغت أنا لسوبر ترند. فأنت إن شاء الله مع البرنامج أي أحد حيدير عليك، ما يحتاج أنت تشغل نفسك كل يوم على الساعة على كذا، خلاص بس تفهم البرنامج. فأنا عندي في الجهاز الثاني المحفظة تبعي، فما أقدر أفتح على الأسعار، فليت تكون معاي. معك هل الخليج التدريب، اختاروا أي شركة، خلينا نشوفها كيف نشتري فيها نعم كتدريب. طبعا شدد لحظة، بين قوسين اتفاقية الاستخدام، ما يعرض في هذه القناة وما أعرضه أنا شخصيا، وما يعرض سوبر ترند وما تعرضه قناة سوبر مركز، هو لغرض التدريب، وهي عبارة عن تنبيهات فنية من سوبر ترند، اللي هو برنامج آلي وليس التوصيات بالبيع أو الشراء. نعم وبدأنا بالخليج للتدريب يا دكتور. كيف الخليج تدريب اليوم؟ الآن هو متراجع تقريبا 65 من 100% وبيقرأ 30-80. 30-80، حلو. كيف الناس اللي شافوا؟ طبعا كم، هل تحقق شرط الإشارة؟ هنا لازم تتحقق. هل بعد 5 دقائق كان فوق 31؟ هو الأعلى اللي جابه حتى الآن لا لا 31. لا، مو الأعلى، الأعلى 31. متى بس؟ ما هو ده، خلينا نشوفه على الشارت بقالنا إذا يعني. ما تحقق الشرط، بما أنه هو الأعلى طوال الجلسة، المفروض هو نركز على الشرط هذا يا جماعة، شرط يا إيجابية بشرط. دكتور يا دكتور، الخليج وصل للترند اللي قلنا عليه، اللي من القمة الأعلى مرورا بالقمة اللي تكلمنا فيها بخصوص المثلث. طيب ما الخليج قدر تدري، ما الخليج قدر الخليج يشتري، وصل 31 30، واحنا قلنا الترند قريب 31 40. خليني افتح على، والان هو عند دعم ال 30 70 اللي كان اللي قبله حق الترند المثلث، يختبر خلينا الان المثلث. طيب ممتاز، خلينا نعرف كيف نطلب الخليج التدريب الان باستخدام البرنامج. تمام. طبعا اشدد الان انه يبدو ان الاشاره، بس خليني اتاكد هل تحقق الشرط ولا لا عشان احدد الطلب هذا. لانه لو ما تحقق الشرط حتتحول لسلبيه، هذه فهموها في البرنامج. اذا ما تحقق شرط الاشاره الموجود في البطاقه حتتحول الى سلبيه مؤقته، ايجابيه موجوده بشكل عام، لكن حيتراجع السعر، حيتراخى. فهذه فرصه انك تنزل طلبك وتلتقط السعر من اسفل. فخليني الان اشوف بس الخليج التدريب، هل بعد 5 دقائق مثل الشرط الموجود نطبق طريقه البرنامج؟ قال لك الخليج للتدريب، الخليج للتدريب افتتح 31 تقريبا بعد 5 دقائق، فوق ال 31. اذا الشرط متحقق، الشرط متحقق والسهم ايجابي، تمام، ولكن مثل ما يحدث في الاسهم يتراجع السهم. فانت ايش تطلب الان؟ الطلب المناسب هو على افضل طلب، تمام، 31. انا شايف انك انت لو تطلب على 30 50 ممتاز، او افضل طلب 30 70 ممكن. يعني عندك افضل طلب ايش هو؟ 30 70. ما تاخذ يعني طلب هذا عندك، هذا الاخر من سعر البطاقه، احنا ما نقول من اخر سعر هو 32، ما تاخذ. تصدق يا دكتور الآن أكثر الطلبات موجودة ما بين 70 و 75. يا سلام عليك، اذا هذا ودع، هذا افضل طلب 30 70. تحط طلبك وانت شوف، هل تعلم اني انا ما عاد اشوف الطلبات والعروض؟ وصلنا محفظتي بعد اشوفها، سلمتها الولد انا بفتره من اسبوعين اذا كنت مشغول، ما يشوف الطلبات. حط طلبك على طلب انت تحتاج بس اخر سعر، حتى الطلبات ما عمق السوق ما تحتاج اذا تدربت. يعني احنا ما نقول لكم انت تحط
لانك انت تضع طلبك على نقاط محدده، ف30 70 مناسب. انت تبغى تفرق بخمسه للات عن الموجود، انت حر، خمسه زائد ناقص ما عندك مشكله، تمام. لكن ممكن كمان تنزل الطلب، هذا افضل احتياط، يعني كل ما احتط افضل افضل، ممكن كمان على 30 ونص، تمام. فهذا طلب واحد. الان حاليا كم سعره يا ابو محمود؟ 75 بينفذ عليه. 75 ممتاز، خليك على ال70. اذا خليك على ال70، هذا واحد، تمام. ويمكن يسمعنا مضاربين، احنا نقول لغرض التدريب. اذا احنا ليش قلنا 70؟ لانه هذا افضل طلب، حقق شرط الاشاره. اذا انا التزم بالقاعده الاولى، راجعوا الملف اللي قلناه، خمسه طرق لوضع الطلب. الطريقه الاولى النقاط السبعه، وهذه هي النقاط السبعه، هذه هي وقف خساره، دعم واحد، دعم كمي، ارتكاز، مقاومه. هذه اربع نقاط وهذه ثلاث نقاط. ركز على الاربع نقاط الاولى، ثلاثه زائد اربعه سبعه، هذه اسمها طريقه النقاط السبعه. لو تحقق الشرط، هذا الشرط، تاخذ على افضل طلب. طيب لو ما تحقق، حتنزل الطلب اكثر، حيكون مثلا اطلب انا على 30 15 انزل، تمام. طيب افرض جيت الان انا الساعه 11 38 والشرط فات، مثل حالتنا الان، ممكن انا ارجع للشرط، ممكن ارجع للافتتاح واشوف هل تحقق الشرط ما تحقق، واسوي زي ما سويت الان. وعندي اسلوب ثاني لو ما كنت ابغى انظر لتحقق الشرط اللي هنا، اني انتقل الى الطريقه المتقدمه اللي هي طريقه رقم 2، اتجاهات السهم. هنشوف الان كيف تطلب على اتجاهات السهم. فتنتظر التحميل، تضغط على فوق اتجاه السهم من اعلى، وقلنا تكلمنا عن المثلث هذا، تمام. قلت لكم انا حيتراجع الى 30 70، تذكرون الخط ده يا ابو محمود؟ هذا الخط ما قلنا راح يتراجع له تقريبا 30 70، نعم، فيعتبر دعم. وحد المثلث كمان اللي تحته كمان 30 50 يعتبر دعم. طيب بالنسبه لاتجاهات السهم، انا واضع عندي هذا الخط، لان بالنسبه لاتجاهات السهم ما احتاج انظر لسعر البطاقه، لا، انظر الى اخر سعر منفذ. يعني الان اخر سعر 75، اذا انا اضع الماوس على 75، هنا 75. اذا انا عندي طلب في خطين، ترى هنا عندي الخط الاول على 70 وفي خط ثاني على 60 تقريبا، لكن ما هي مشكله، على 70 برضه ممتاز. اذا على 70 وفي خط ثاني تحته، ممكن كمان توزع طلبك احتياطا. هذا الخط الثاني لا تنساه، هذا خط وهذا خط. طبعا انا منطقه العمليات ما اروح الماوس احط الماوس هنا او هنا او هنا، لا، منطقه العمليات هنا عندي، هنا في المنطقة هذه. ليش؟ لأن الشمعة اليومية حتتلون هنا، تمام. فانتبه، أحط الماوس على الخط هذا وعلى الخط هذا، هذا الخط على 30 70 أوكي، وهذا الخط الثاني على 30 20. شوف 30 17 أقربها، 30 20. إذا عندي طلبين، ممكن أوزع طلباتي على 30 70 وأحتاط لو صار نزول على 25. هذه الطريقة رقم 2. إذا الطريقة رقم 1 أخذناها، طريقة رقم 2 أخذناها، طريقة رقم 3 خاصة بالمضاربين حنرجع لها إن شاء الله، بالمضاربة اللي هي طريقة البيوام نتركها شوية. ناخذ طريقة غطسة السهم، وقلنا أمس أن هذا التعيين اليومي من أمس، غطسة السهم هنا عندي كان الإغلاق هنا. على فكرة لو تروح على اللحظي، شوف اللحظي كذا، وترجع مرة ثانية على اليومي، حيسوي لك الشمعة الموجودة. شوف الشمعة الآن، لحظة نمسحها، شوفوها، حيعطيك الشمعة تاني. البرنامج برضه هو البرنامج ليس عارض أسعار فوري، ولكن يعطيك فرق 10 درجات، خمسة يعني خمسة، آسف، خمسة دقائق 10 دقائق. فرسم لك الشمعة اليومية الآن، واضح هنا عندي إنه نازل تقريبا على 30 70. فلو روح غطسة السهم، الطريقة رقم 4، ايش هي غصب السهم؟ غصب السهم انه لازم انا عندي بحر الدعوم، هذا هو بحر الدعوم الاول، وهذا البحر العمق الثاني، وهذا الثالث، وهذا الاخير. ايش تقول الفكره؟ انه كل ما غطس السهم غطسه في بحر الدعوم يطلع كثير مره، يغطس مره ثانيه يطلع كثير، ثم يرجع مره ثانيه، هنا غطس ولكن غرق شويه الى الدعم الاخير هنا، شايفين الدعم الاخير هنا؟ اعطى البرنامج اشاره دخول على فكره.
هذه كلها اشارات سوبر ترند، هذه الاسهم كلها اشارات سوبر ترند السابق، كل هذه ممكن من سجل الاشارات وممكن من هنا تاخذها. فهنا غطس الى العمق، الى هنا تمام، وطلع مره ثانيه. فانت الان حاليا السهم افضل طلب على الغطسه اطلب على 30 10 الحد على حد يعني، بما انه بعيد فانا ما اطلب في المنطقه هذه حسب غطسه السهم. غطس السهم تقول لا اطلب اذا هو غطس طلع مره ثانيه. فهنا عندي غطس السهم الطلب حقي تقريبا 30 10. فانت عندك كذا مستوى، عندك 30 70 حسب النقاط السبعه، عندك 30 70 حسب اتجاهات السهم، و30 20 كمان حسب اتجاهات السهم، وغطس السهم قال لك 30 10، والاخيرا القنوات. شوف القنوات، خمسه قنوات عندك، هذه القنوات، هذه قناة ثانية، هذه قناة ثالثة، هذه رابعة. ألاحظ في القنوات هنا عندك منطقة دعم، شوف منطقة الدعم، أمد الخط هذا كذا، فأنا عندي منطقة دعم تقريبا على 30 80، تخيل حاليا هو على دعم، إذا 30 70 دعم، دعم قوي. أنا أتوقع أن أغلب الطلبات على 30 70 مثل ما قال، لانه دعم طبعا يعتبر، تكرر عندنا 30 70 كبير. شوف يا سلام، شوفوا ليش السهم، شوف يا ابو محمود، ابو محمود حبيبي، شوف ليش السهم اليوم تراجع، معاك يا سيدي لمس معاك. لمس حد القناه العلويه اليوم وراجع تحت، طيب قلنا ما هذا قدر، الكلام، نعم. ما قدر يقاوم. وعندك اذا هذا حد قناه انتبه له، انا ما اشتري في المنطقه هذه، أنا إلا إذا كنت مضارب أنا أشتري في المنطقة هذه. نعم صح. تمام؟ شوف هذا كمان، فالقنوات مفيدة جدا تعطيك تصور، هذا كل شيء تقريبا. عندي أمس تداولات عالية جدا، قد ما تكون شاء الله، تداولات مبروك مبروك الراجحي، ومبروك البي سي اي يا دكتور اللي تكلمت عليها وضربت فيها امثله مع الاشارات الايجابيه حقت قبل يومين. على فكرة. شكرا لك، والله يبارك للجميع ويبارك الملاك. على فكرة سوبر ترند يدخلك غالبا يعني، يعني الإشارة ممكن ما تعطي اليوم، ممكن قليل العطاء، ممكن بعده على، لكن هيدخلك دائما من القاع. البي سي آي قبل 3 أيام تكلمنا عنها، شوف ما شاء الله اليوم 41 30 الآن 42 70 عند الهدف المحتمل الأول. نعم خلينا جاب. خلينا أوريهم، خلينا أوريهم بي سي آي متى قلنا دخل. نعم طبعا إذا ما يبحث اضغط تحت ورجع مرة ثانية، لأنه إذا جت إشارات بي سي آي هذا هو. نروح سجل الاشارات، اي اشاره من سوبر ترند يوميه لحظيه مسجله، فارجع لسجل الاشارات وان شاء الله نتذكر الاشاره اللي قلناها واخذناها كمثال لايف. ما ادري هل هي هذه اقول لك يا دكتور، انا طبقت النظريه دي معاك في البي سي اي واستعجلت ودخلت 41 60، ايوه، وانت كنت تقول البرنامج يقول 41 30، قلت يعني فرقت 20 هذا، لا قام والله طلع السهم ابن الذين غبني، قام نزل الين 31 30، وبعدين شوف سبحان الله رجع امس واليوم اخترق 42، واليوم ضرب الهدف 42 70. حلو، احنا قلنا عشان كذا احنا نقول اطلب على الطريق، على الطريقه الموجوده يعني، لا تستعجل. لو السهم طار تقول هذا مشكلتنا، احنا نقول السهم طار ابي الحق عليه ابي احط طلبي، لا عندك طريقه. ترى اهم اسباب الافلاس والخسائر في الاسهم هو قاعده ذهبيه اسمها عدم الانضباط في اتباع القواعد اللي انت تضعها لنفسك. اي قاعده انت وضعتها لنفسك ترى انت لو ما التزمت، حتى لو كانت الشراء والسوق احمر، انت ما التزمت فيها حتخسر. اهم شيء اي قاعده تضعها التزم فيها، انضبط. فاحنا عندنا قواعد في سوبر ترند انضبط فيها. فابو محمود احنا ذاك اليوم شرحنا قلنا 41 25 30، هذا هو الطلب المناسب، مع ان السهم كان 60. قلت لا هذا الطلب المناسب، وفعلا اثناء السوق رجع ولامس طلبك، الناس اللي حطوا الطلب وطلع اليوم برضه. فاحنا في هذه المنطقه اعطانا اشاره دخول على البي سي اي، وما شاء الله اليوم مرتفع. الشاهد في الموضوع انه لا تستعجل على العطاء، خاصه الاشارات اليوميه واللحظيه، احيانا يتطلب عشان العطاء يوم يومين ثلاثه. فاخذنا الخليج اللي تبغون، مثال ثاني نبغى مثال حي الان. خلينا ناخذ شركه
ما ارتفعت كثير، اروح على اشاره ايجابيه واختار منتقل الايجابيه حديثا، تمام، واختار ابغى شركه ما نازله اليوم، نازله ايش هي؟ اعطونا شركه نازله اليوم من الشركات هذه عشان نحط الطلب عليه. طبق الطريقه اللي قلت لها، الطريقه الان شرحتها قبل شوي على اي ساعه. ايش رايكم نختار؟ طبعا حاول تختار سهم يعني في سيوله عليه، مو تختار سهم ميت دماغيا، هذه من اهم الاشياء. تفضل ابو محمود، التعليق لك اذا كنت عندك تعليق، او ابو يحيى تفضل. والله شوف، هذه معلومة حلوة أنت قلتها الآن. دائما المعطيات الفنية مهمة جدا. أنت ذكرت نقطة، لما يلفت نظرك سهم إشارته طيبة روح طل في السيولة، إذا في حراك وفي سيولة قوية ها فأبدأ أفكر في الموضوع. على العموم أنت الآن تبغالي أختار من هذول الشركات؟ المشكلة إنه هذول الشركات كلها إلى الآن السيولة اللي فيها عادية، بس أنا شايف أنابيب السعودية اليوم متحرك مع أنابيب العربية، نشوف أنابيب السعودية. الأنابيب السعودية كم الآن السعر؟ سعر أنابيب السعودية الآن أظن 31، كم يا شباب؟ أنا ما هو تحت متابعتي. 31 20 31 20، ما شاء الله الآن مرتفع اليوم. شوف هذه الإشارة من أمس، هذه إشارة يومية. من أمس خليني هو أروح ارتفع أشوف. اليوم، فعلا هو ارتفع اليوم. نعم 20 20 0 خليني سبحان اشوف الله، العلامه. مقاومة تقليدية، أنت كاتب واحد، البرنامج كاتب 31 37، يمكن هي اللي ضربها اليوم المقاومة التقليدية. طيب 1 3 20، بس خليني اشوف انا هل شرط الاشاره تحقق ولا لا؟ هل بعد 5 دقائق تجاوز سعر البطاقه؟ بعد 5 دقائق نعم تجاوز 31، هو الاغلاق كان 30 90، وبعد 5 دقائق كان. اذا السهم ارتفع، جميل. طيب لو كان افتتح مثلا زي هذه حاله انت، قال لك كثير يقولوا مثلا الطريقه الاولى اللي هي طارت حسب النقاط السبعه هذه، قال لك السهم طار يا اخي، انا ما بلحق السهم على طول. احنا نقول عندك طريقه ثانيه، اذا ما تبغى تستخدم الطريقه هذه وتطلب عليه، لكن لا تطلب، لا تاخذ الطريقه هذه تطلب خطا، لا عندك الطريقه هذه. اذا انت تبغى تلحق بالسهم وعلى قولتهم تركب راسك، لا انتقل لطريقه ثانيه، مو مشكله. طريقه ايش؟ اتجاهات السهم، لانها اتجاهات السهم مرتبطه بالسعر الحالي الان وليس بالشروط اللي قلناها. لو رحنا السهم طار الان، فخلينا نشوف الطلب المناسب على افتح اليوم، يعني خلينا على اليوم. على الأنابيب السعودية 1 3 2، فعندي الآن السهم حاليا، هذا هو الآن آخر شمعة رسمها لك، الشمعة المغلقة هي شمعة الآن. أنا طال عمرك أفضل طلب أنا شايفه، هذا الخط، شايفين الخط ده؟ في عندي، خليني أكبر الخط عشان طبعا يشوف يبان في العرض. هذا خط الآن، احنا قلنا متى تنتقل اتجاه السهم؟ اذا ما تبغى تنتظر الوقت يعني تحقق اشاره ولا، او ان السهم طار عليه، او تبغى تجرب طريقه ثانيه، عندك خيارات كثيره. فعندي الان الاغلاق هنا تقريبا، خليني اروح ايوه هذه شمعه اليوم، هذه الشمعه المفرغه دي هي شمعه اليوم، يرسمها لك تمام. فانا عندي اطلب على هذا الدعم، شوف اذا انا عندي 31 طلب مهم، وللمضاربين كم سعره الآن السعر؟ 31 35. 31 35، للمضاربين 31 30، لأنه في خط دعم هنا، لكن يعني الأفضل تطلب على الخط اللي تحت. يعني أنت عندك خيار حاليا، شوف هذه الشمعة، هاي شمعة اليوم، هذه شمعة اليوم يعني، بس ما اكتملت لسه يعني حتى الآن. فعندك هذا خط الدعم وهذا الخط لانه فوقه الان، حاليا فوقه، فهذا يعتبر دعم 31 30، ولكن احذر الدعم قريب جدا، لكن انت ممكن تحط طلبك كميه على هذا وكميه على 31، يعني حط كميه هنا وكميه هنا. هذا الان بالنسبه للعمل،
حسب اتجاهات السهم. خلينا نشوف قنوات التحرك. قنوات التحرك وتعطيني شيء مطمئن جدا انه جايك من القاع وبالقرب من 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 دعم. هذا شيء مطمئن. يعني احط طلبي وانا مرتاح. اروح القنوات الاخرى الخمس قنوات. شوف. خمس قنوات عندك. يعني اذا كنت ابغى تحفظ اكثر ترى هو جاي ساقط. شوف كمان هذه تعطيك هذا الدعم عندي شوف. وهو كأنه ساقط هنا. إذا كنت أبغى تحفظ أكثر كمان انتظر السهم كمان ممكن أكون منتبه أنا تمام. فعندي كمان هنا هذا دعم يعتبر. شايفين الخط ده 30 50 هنا كمان ممكن 30 70. إذا 30 70 ممتاز لكن ممكن يكون بعيد. لكن 30 70 31 على اتجاه السهم ممتاز. فأنا ألقي نظرة على القنوات عشان أعرف أنا وضع سهمي هل هو يعني قريب من دعم ولا شيء. فالقنوات تعطيني حاليا أنه أنا والله ترى السهم ما هو ماسك القناة من الأسفل واضح. يعني لما أطلب على اتجاه السهم هنا أنا قلت تطلب على كم؟ على 31 30؟ لا ممكن احط كميه بسيطه فقط. لا افضل احط على 30 على 31 او اني اضع على 30 50 الخط هذا كمان الاخير اللي تحت. شايفين؟ اذا عندي 30 50 احط اعلى كميه وعندي 30 30 50 هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط ثلاثه دعوم. 30 50 هذا اعلى شيء يعني كميه 31 واكون متحفظ كثير لما اشتري على 31 30 وممكن اشتري على 31 20 ما عندك مشكله لانه يعتبر دعم. طبعا ليس دعوه للشراء وانما لغرض التدريب ما نقول احنا لا. بالنسبه للمؤشرات المفتاحيه القي نظره عليها كمان. المؤشرات المفتاحيه يعطيك وضع المحلل لما يعني هذه اسمها مؤشرات مفتاحيه. ليش اضفناها مؤشرات مفتاحيه؟ هذه المؤشرات كل واحد منها يحسب بطريقه مختلفه. ترى المؤشرات بالمئات لكن ترى كلها مشتقه من بعض. كلها مشتقه من بعض. التريكس زي المتوسطات، الماك تقريبا زي المتوسطات. الاستوكاستيك لا منفصل لحاله، الار اس اي له طريقه لحاله، البلوجرابات له طريقه لوحده. فاحنا جمعنا يعني مع خبراء التحليل الفني الفني معنا فريق اخذنا المؤشرات المفتاحيه سميناها اللي هي تحسب بطريقه منفصله وهذا هو الافضل. انت ما تاخذ المتوسطات مع بعض بس وتركز عليها لانها اسلوب واحد تمام. المؤشرات المفتاحيه القي نظره ما يحتاج تكون محلل. شوف هنا هل في يد ايجابيه ولا لا بس يكفي. فعندي انا ايجابيه على انه اخترق متوسط ال 100 شوف. اما مؤشر الماك دي ما في شيء المحايد. مؤشر الماجيك اوسيليتور وهذا اللي تستخدمه ليندا وهو تعديل للماكت وهذا غير متوفر في اي برنامج اخر تمام. والار اس اي محال. اذا انا عندي المؤشرات المفتاحيه على البورصه السعوديه تقريبا فقط هو اختراق متوسط ال 100 وهذا شيء ايجابي. لو حطيت لو طلبت على متوسط ال 100 برضه ممتاز. هذا متوسط ال 100 بالاخضر عندك تقريبا على واحد على 30 80 ممكن احط طلب كمان عليه 30 80. ارجع على اخر طريقه بسط السهم القي نظره عليها مهمه جدا او قبلها حناخذ بعدها برضه سوبر فوليو ونشوف. شوفوا الان هذه اخر شمعه عندي. الشمعه المفرغه هي اخر شمعه حاليا لحظيا ترى لكن هذه شمعه امس اعطي اشاره الدخول عليها. الاحظ على بالنسبه لفكره غصب السهم بحر الدعوم قلنا هو الان غرق هنا شوف غرق لكن في دعم هنا عنده شايفينه ذا الدعم وعنده بحر ثاني. فانا افضل شيء انتظره عند البحر هذا 30 70 تكررت عندي 30 70 كثير 30 70 كثير تكررت لو حطيت الماوس على 30 70. اخر حاجه اذا غطس السهم تبين لي انه هو غارق شويه ولكن قد يرتد من 30 70 وقد يغرق ترى وشيء وارد في الاسهم. لكن انا يعني اغلب الظن اغلب الاحتمالات انه هو يرتد من 30 70 ما لم يصير في قوه بيع. اخر حاجه سوبر فوليوم وهو هذا سوبر فوليوم وليس الفوليوم العادي محسوب بطريقه
اللي هو هل هو يعني مثلا الصعود كان بكميات والنزول بكميات، ايش الفرق بينهم باختصار؟ يعني هو الكلام كثير، وهذا مبني على كتاب متقدم لو رحتوا عليه ضغطت هنا، كتاب اسمه فرصة ان احنا نعطيكم نظرة عليه، اسمه كتاب استخدام الفوليوم. هنا خليني اعرض لكم كل شيء. هذا الكتاب سوبر فوليوم، ذا سيكريت ساينس اوف ذا برايس اند فوليوم، كتاب مشهور تمام مختص بالفوليوم، للاسف لا يوجد ترجمه عربيه له. احنا طبعا الفريق الفني والبرمجي والمحللين الحمد لله استطعنا ان نفس الاداه المستخدمه هذه في هذا الكتاب، ما هي متوفره في اي برنامج اخر، نفس الاداه ذي طوعناها واضفناها في سوبر تريد. طبعا الموضوع يحتاج دوره، لكن باختصار حاليا انت كمبتدئ ركز على هل في علامه ايجابيه ولا لا. خليني افتح على الانابيب، ايوه هذه هي الانابيب، ما ادري ان شاء الله جات السهم واضحه. اذا هذا هو سوبر فوليو. ايش يقول لي سوبر فوليو؟ سوبر فوليو يفيدني في القمم والقيعه، يعني اذا اقترب، انا طولت ولكن حاخذ بس دقيقتين وبعدين اعطي المجال لكم، انا اسف تحملوني. هذه قمه تمام، ثم بعد كذا اوشك اخترق القمه ثم رجع مره ثانيه. سوبر فوليوم يجاوب على سؤال، هل هذه القمه الاختراق حقيقي ولا لا؟ تمام، يجاوب كذا الشيء. كذلك العكس القاع، لو كان عندي قاع بهذا الشكل ثم رجع مره ثانيه واختبر القاع، هل هذا الكسر او كسر القاع، كسر القاع شايفين، هل كسر القاع حقيقي ولا لا؟ سوبر فوليوم هذه وظيفته يبين لك. فانا لاحظ انا هنا عندي بالقرب من قاع، هنا عندي شايفين القاع هذا، في قاع هنا عندي بالقرب من انه يصل، هل سوف يصل ولا لا؟ خلينا نشوف. اضغط على سوبر فوليوم حتطلع عندي دوائر، اضع الماوس بين الدوائر، واحد اثنين دقيقه، ايوه يعطيني حجم الكميات، يحسب بطريقه يعني خاصه ما يحتاج نخش فيها. عندي انا تقريبا 4 من 10 مليون سهم هذا النزول تمام. خلينا نشوف الصعود كم، يمكن تاخذ اي نقطه تاخذ عليها، مثلا خلينا نقول من هنا الى هنا 4 مليون تمام، النزول ما هو كبير. طب لو اخذت هذه القمه وهذه القمه، 2 مليون تقريبا 3 مليون سهم، إذا أنا أستفيد من إيش؟ النزول لو أخذت من هنا مثلا إلى هنا 2 مليون. طبعا هو يحتاج خبرة، ولكن أنا هقول لكم باختصار، الطلوع هنا بكميات أكبر بكثير من النزول، إذا هذا مؤشر إيجابي. النزول هنا حتى الآن رغم أنه مسافة كبيرة، مسافة كبيرة بالقرب من الطلوع اللي هنا، يعني المسافة من هنا تحرك من هنا إلى هنا تقريبا الطلوع يوازي النزول كلها، إذا كان في عمليات شراء قوية وحتى النزول بكميات بسيطة، إذا السهم في مناطق دعم، يعني ما أتوقع أن يكسره، طبعا كل شيء ممكن، ولكن حسب التحليل الحجم النزول كان من القمة آخر قمة إلى هنا كان بكميات بسيطة، يعني يدوب بالكاد توازي الطلوع الحصى الأخير الصغير هذا، وأيضا الطلوع هنا كان بكميات كبيرة كان النزول بسيط. فباختصار أنت ما تشغل بالك في هذه التحليلات، أنت يهمك هل في إشارة علامة إيجابية ولا لا هنا بس. أنت كمبتدئ انتبه، لو كان سلبي انتبه، يعني هذه علامة تحذير، لو كان إيجابي هذه علامة إيجابية. هذا باختصار للأنابيب، ونشوف نتابع السوق. حددنا إذا 30 70 31 31 20 و 30 50 أو 60، نشوف إن شاء الله اليوم. هذا كله بس على التحليل اليومي، أنا ممكن كمان أشوفه على التحليل اللحظي، هل صدرت إشارة لحظية تعطيني 1 23، ما في شيء، ما صدرت إشارة لحظية حتى الآن، هذا شيء طبيعي عادي، يعني مو كل الشركات تظهر في اللحظة، يعني حتى الآن الوضع ما تغير بالنسبة للسعودية على اللحظي، ولكن أنا أقدر أستفيد منه في اليوم. فهذا ما لدي، وأي أسئلة أنا جاهز، تفضل يا أبو محمد.
يعطيك العافية دكتور، بارك الله فيك، شرح وافي وكافي. أحبتي اللي عنده أي سؤال ممكن يكتبه على الشات. سطام، نوقف الدعايات عشان الشات يكون خفيف، وأي أسئلة الدكتور موجود. أنا حاضر حاضر، أي سؤال، استفسار، أي شيء، مثال على سهم معين إحنا غرضنا تدريب. الله يعطيك ألف وأبو عافية. محمود الله يرضى عليك، لا أكون أنا ضيف يعني على قولتهم ثقيل، أي فكرة أبدا، لا عندك لا على لا لا دكتور، بالعكس على طول خذ المايك وتكلم. بالعكس أنا أحب. عارف إنك أنت إدمان في التحليل لا لا الفني لا ومتابع لا التحليل لا يا الفني، خذ دكتور، راحتك. لا معاذ الله، بالعكس نحن مبسوطين بوجودك، لا لا وأساس أبدا، أنا أقول لك أنا بيني موضوع وبينك، عادي. بيني وبينك نجاح البرنامج مع الناس ما راح يكون إلا فهمهم له، فمهما ضيعنا وقت في شرح البرنامج لصالح الناس اللي لو فكرت تشترك ما يشعروا نفسهم مغبونين إنهم مشتركين في شيء مو مستفيدين منه. نعم، الله يرحمك، فالفائدة فعلا، وهذا حرصك. أنا الفائدة للأمانة، أنا إيه؟ للأمانة لما جيت روم بركاز قالوا لي، قلت لهم نبغى نسوي إعلان عن البرنامج وكذا، قالوا ما في، لازم تعطيهم فترة مجانية. قلت لهم أسبوع، قالوا لا أسبوعين، ما في إلا 21 يوم تجربة لكم مجانا، عشان هم قالوا إحنا ما نقدر نعرض في القناة إلا الناس هي تقرر تاخذ وقتها وتاخذ كل شيء. فهم يشكرون على حرصهم على المتابعين. تفضلوا. إيه، يعطيك العافية. فبارك الله فيك. نحن انا فهمت انه هذا البرنامج لن يستطيع احد ان يتعامل به الا اذا فهمه، وانت خير من يشرح هذا نعم البرنامج نعم ويفهمه نعم هو، وعشان بقول لك شيء. واذا اقتنعوا فيه واشتركوا فيه حيكون بناء على فهمهم للبرنامج، اما اذا ما فهموه اكيد ما راح يقتنعوا فيه، ونحن نكون ضيعنا وقتنا على الفاضي. ولكن انا شايف ما شاء الله على كلام ابو يحيى، بساله بيقول لي انه فيه اهتمام كبير وفي ناس حريصة على إنها تتعلم البرنامج ده، فعشان كده نحن ما عندنا مشكلة إنك الله يديك العافية كل ما وفي نقدر. مسابقة، أنا أبغاكم في مسابقة اللي أعلنا عنها، هذه المسابقة ترى ما وضعناها إلا حتى تتنافسون في شيء ينفعكم، تتعلم فكرة جديدة، ما أنت خسران شيء، 21 يوم مجانا، ما أنت خسران شيء، حمل البرنامج، شوف الفيديوهات، حاول تستفيد، أثبت إنك استفدت منه، وحتفوز بالجوائز اللي ذكرناها. والله يا دكتور، شوف المسألة تافهة جدا، يعني حتى قيمة الاشتراك عادية جدا، الناس أحيانا بتضحي بأكبر من كده من أجل أن تتعلم لها الشغلة، هذا في صلب شغلنا، ويحاول يساعد، فمو عيب أن الإنسان يجرب ويسوي ويعمل من أجل إيش؟ من أجل أنه يلاقي بيئة عمل تساعده على في هذا السوق الصعب، والسوق اللي يبغاله زي ما يقولوا جسارة، يبغاله هذا. هذه برامج يعني نبغى الناس تفهم الكلام ده، خاصة إنه كثير من الناس الآن ما زالت غير متمكنة في التحليل الفني، وهذا برنامج بيحلل بدالهم، فعلى الأقل اتبعوا شروطه ممكن يستفيدوا منه، مع إنه نحن ما لنا مقصرين للأمانة، بنحاول نساعدهم وحنكون برضو رديف للبرنامج، يعني ممكن نحن نتدخل بقراءتنا بحساسيتنا، ممكن حتى نعدل على البرنامج من بعيد من بعد إذنك، يعني كيف نعدل؟ يعني أنا بقول لهم هذه ترى تحليلات يومية، برضو انتوا ادعموا نفسكم بالتحليلات الاستراتيجيه، يعني خلي قرارك دائما قوي من جميع النواحي. ولكن هذا يبقى احسن من لا شيء، انا الى الان للامانه وبدون مبالغه ومجامله لك، انا بلاقي انه البرنامج ده، ما بدي اقول لحد الان انا مقتنع فيه 100%، لكن في اشياء عجبتني زي ما قلت لك، هذه البطاقه عجبتني فيها بعض اللمسات، شايف فيها مصداقيه الى الان. يعني حتى سمعتك انت ركزت على كذا سهم، حتى بقول قبل ما تيجي بقول لهم شوفوا قال الراجحي، مع اني انا هو بيتكلم عن الراجحي قلت ول الراجحي في قمه مين يدخله في قريب المية وهذا، لكن انت تكلمت على قوه البرنامج، اعطى الاشاره، السهم اعطى ريال ونص بعد من الاشاره حقت هذا، وهذه بحد ذاتها لو واحد دخل كمضارب في هذه القمه البرنامج اعطاه له ريال ونص، يعني شيء طيب، يعني يعتبر البي سي اي هذا مثال، حتى في نقاشنا في الخليج للتدريب كلها الى الان الامور يعني طيبه، بقول ما بال لو واحد جالس ما عنده لا ابو محمود لا عنده كذا ما عنده احد، ممكن البرنامج ده يكون على الاقل عكاز يعكز عليها مقابل ايش؟ ترى شيء تافه، انا اعتبر هي بيئه عمل، زي دحين لما اشترك انا في الاتجاه ب 180 اشترك في الهذا، انا ايش قاعد اسوي؟ قاعد اخدم، انا قاعد ادير فلوس نص مليون 200 الف بدي ابخل على نفسي ب 100 ريال ولا 200 ريال عشان الاقي ادوات مساعده تساعدني في شغلي، هذه العقليه اللي انا ابغى الناس تفكر فيها، وبعدين اذا ما نفعنا ما راح يضرنا،
خلاص ميل على جنب، مو ضروري اجدد، مو ضروري اشترك، اقعد ادور الوسيله الانفع لخدمه نفسي. هذه يعتبر وسيله بنحاول نحن نتعلمها عشان نستفيد منها، ما دام انت موجود معانا بارك الله فيك. طيب خلينا بس هي نرجع حساسيه السوق ووصولنا اليوم هو اللي مخلينا يعني مشدودين مع السوق كذا، ولا ما قصرت يا دكتور؟ ابدا ابدا، خذ راحتك فيجي، بس خليني اجاوب على التكست اللي اعطيناهم مجال، وتسمح لي يا ابو يحيى. تفضل تفضل لك ال انا بحاول اراجع التكست بس بشكل سريع، واعذروني اذا ما شفت اي سؤال. بالنسبه لسلطان يقول هل في قناه على اليوتيوب؟ ما عندي قناه على اليوتيوب، ولكن راجع موقعنا، موقع سوبر ترند، في فيديوهات للشرح. انس عطاس يقول كيف استفيد، كيف استفاد من الاشاره السلبيه؟ ممكن كثير، احنا عندنا في عملائنا، عندنا الحمد لله بالمئات، انتقلوا من انهم بس ما هو بس يستفيدون من الاشاره الايجابيه، ايضا يستفيدون من الاشاره السلبيه. الاشاره السلبيه معناته السهم حينزل، اذا انا انتظره عند الدعم. فممكن انتظار السهم عند الدعم، ولكن انا لا افضل انك انت كمبتدئ انك انت تحاول تستفيد من اشاره سلبيه حاليا، لا، حاول تستفيد من اشاره ايجابيه، ثم اذا ان شاء الله تمرنت ممكن تستفيد من اشاره سلبيه انك تنتظر الاسهم عند الدعوم حقتها. فهد عنزي يقول اشاره سابتكو ما اعطى اشاره الدخول عليها. طيب خلينا نشوف سابتكو اللي هو الجماعي 40 40، احيانا بالرمز والاسم النقل الجماعي. اليوم فعلا ما اعطى، على فكره مو شرط كل الاسهم يعطي عليها يوميا، لكن انت تبغى تشوف ايش اعطاها سابقا، اضغط على سجل الاشارات من اسفل او من اتجاهات السهم. هذه الاسهم عندك، خلينا تتحمل واضغط على اشارات سوبر ترند من هنا. تمام، هلاحظ انه انا حيظهر لك الاشارات، الاحظ انه انا معطي اشاره دخول فيها من هنا، كل هذه اشاره دخول، لاحظ شوف كل هذه اشاره دخول، فين تقول لي سابتكو ما اعطي اشاره دخول؟ 7 ايام هو يقول لك اشتري اشتري في سابتكو. تمام، هذا على اليوم. تبغى تفاصيل اكثر اشاره، روح الى سجل الاشارات من اسفل ويعطيك نفس الشيء بالتاريخ وبالبطاقه، يعني حتى البطاقه بالضبط كيف صدرت، ها هذه هي نفس اللي قلنا عليها. تمام، فهو اعطى امس، ترى امس معطي اشاره دخول. تمام، وقبله كمان، وقبله اول دخول حقيقي انا اعتبره من هنا. هذا اللي ما دخل من المنطقه هذه بعد الاشاره السلبيه هذه، هذه اشاره ايجابيه ايضا بس ما تحقق شرطها، هذه اشاره ايجابيه ما تحقق شرطها. اذا الدخول الحقيقي صراحه من هنا يعتبر، من هذا السؤال، من هذا الدخول الحقيقي. لو ضغطت عليها بالماوس وكمان في الجوال بالاصبع، لو ضغطت عليها العلامه حيعطيك تفاصيل البطاقه، هذه البطاقه صدرت في 13/7 كان السعر 26.85. كم اليوم؟ كم اليوم السعر يا حبيبي؟ معطيك نسبة 10% في البرنامج من هذا الدخول. فالبرنامج قلت لك يدخلك من القاع غالبا، وما هو كل يوم يعطيك، خلاص إذا أعطاك هو عنده معايير معينة، مو شرط يجدد لك كل الإشارة. طيب أشوف سؤال ثاني. خليني أفتح الشاشة عليا. طيب انا الاسئله كثرت والشات كثر. طيب معلش ناخذ طارق كده على السريع سؤال. يا طارق تفضل، تفضل مايك. طيب اللي بعده. معلش انا سؤالي حطيته على الشات، شكرا لك ابو يحيى. انا كنت ماشي. اسال عن قناه اليوتيوب، يحفظكم، شكرا خالص. لكم. هلا وسهلا فيك هاشم. اخر سؤال ناخذه كده على السريع على المايك. بس معلش قفلت المايك، افتحه تاني. افتح المايك يا هاشم تاني، قفلت عليك بالغلط. أيوة السلام عليكم. السلام، تفضل. أيوة دكتور، الله يديك العافية. أنا أخذت العالمية قبل يومين، اداني جميع الاشارات ممتازه، وحطيت امر الشراء، فانطلق السهم في البدايه، اخر السوق نزل السهم
وباعني على طلب. فاليوم الثاني نزل السهم، واليوم ثالث يوم طيب. نزول على التوالي. طيب انت اشتريت في اي اشاره هذه الاشاره؟ هذه قبل الاعلان، يومين هذه الاشاره، هذه الاشاره دي اللي هي يوم 8/8 قبل يومين. قبل يومين كان مدي سهم دخولي، تمام دخول قوي. طلبته على اي سعر؟ لازم تتبع طريقه البرنامج. ايوه طلبته على، طلبته على عالمية 31 حاليا 90. ايجابي، حاليا ايجابي، ما زال ايجابي السعر، لكن اعطيني 30 كم؟ الحين انا ستكتب 32 56. هذه البطاقه عندك قدامك، خلي الحين انت انت حطيت طلب، لازم انا بتاكد هل انت اتبعت طريقه البرنامج ولا لا؟ هذا هو اللي اقول، احنا قلنا تتبع طريقه البرنامج، هل انت اتبعت طريقه البرنامج؟ ايوه 32 يمكن 55 غلط او شيء. من البطاقة هذه، هذه البطاقة اللي اشتريت عليها ما في 32 و55، يعني فهو في حسب لي عندي أنا التكلفة 32 تقريبا 56. خليني بس أتأكد هل الشرط، هل الشرط تحقق ولا لا؟ سؤال بس، خليني أرجع أنا على اشوف هل الشرط تحقق ولا لا، لاني اتاكد. لكن عموما انت لو اتبعت طريقه البرنامج، انا ما ادري عن تفصيلك، اذا انت اتبعت على طريقه البرنامج انت خليك في السعر، انت طريقه صح، الاشاره صح، فيها اشاره الدخول، تمام. السهم تراخى، انت عندك وقف خساره، ايش هو وقف خساره؟ 31 30، التزم بهذا الرقم، خلاص انت في السليم. طالما انت اتبعت طريقه البرنامج، انا ما اقدر اشوف الافتتاح كم، هنا عندي لازم اشوف، لكن هنا عندك نقاط سوبر، هذه هي نقاط سوبر المفروض تشتري عليها، او هذه النقاط، او على وقف الخسارة، او على اتجاهات السهم، تمام، او على غطس السهم، هذه كلها طرق. فانت تدري بنفسك اذا انت اتبعت الطريقه، انت خليك في السهم، عندك وقف في الخساره، هذا هو تلتزم فيه. السهم غالبا يعني يتراخى طبيعي، ما تراخى كثير، انت دخلت هنا لكن انت اشتريت في القمه بصراحه، يعني انا شاك ان انت هل اتبعت الطريق ولا لا، ما ادري يعني كان لا اتبعت الطريقة بالضبط، كان خلاص مدي اذا انت الدخول طريقة قوي. ما في كمان له علاقه بكميه الدخول، هو علاقه بطريقه النقاط الطلب حسب الدعم، اذا انت طلبت الدعم خلاص اوكي، انت امورك طيبه، خليك في السهم والتزم بوقف الخساره اليوم. طيب ما ممكن نزيد على البرنامج تحليل شهري؟ لا موجود عندك، ما ما يقدر. تحتاج، لكن هو انت عندك الترند الشهري موجود، الترند الشهري والاسبوعي، لكن هو يحلل لك كل يوم بيوم، تمام، كل يوم بيوم. تمام، الله يعطيك العافية. طيب خلاص يا كوكب، خلاص نكتفي بهذا القدر من الأسئلة على المايك، اللي عنده أي سؤال ممكن يكتبه على دقيقة الشات. يا أبو يحيى، دقيقة يا أبو يحيى، تفضل يا حبيبي. في شغلة أبغى ندرها من عقلية بعض الناس اللي قاعدة تسمع عن البرنامج. نعم تفضل. وأنا عارف يا جماعة هذا البرنامج برنامج رقمي، هو يقرأ جميع الأحداث وقاعد يحللها اللي موجودة اللي موجودة قدامكم على الشاشة. هذه الأرقام يا أخوان وهذه الإشارات ترى قابلة للتغيير، يعني البرنامج لو أعطى الآن إشارة إيجابية ثم خالف السهم ها الإشارة، أو حصل جني أرباح في السوق فتراجع فانقلبت، البرنامج راح ينقلب معه. أنت لازم يكون لك قراءة للنقاط السبعة، ولازم تتقيد فيها، ما هو قرآن منزل، الرجل ما قال لكم لازم 100%، هو بيقول لك حسب اللي يسمع الكلام والسوق مستقر عادة، زي المحلل، زي أنا لما أقول لكم الآن، أنا دائما لو كنت محلل مبدع، أنا مبدع ليش؟ السوق مساعدني، الأمور طيبة، نعم دائما قراءاتنا بتتجه إلى 70% للصواب، ما بنقول كمان 100%، نفس الحكاية البرنامج. انتوا لا تحسبوا البرنامج قرآن ما له غلط، السوق لو انقلب
لو حصل الجني حتنقلب الاشارات. وفي شيء اسمه لو ما لو البرنامج كان يضمن لك 100% الربح ما كان قال لك وقف خساره. ايش يعني وقف خساره؟ يعني انتبه ترى النطاق اللي انا بلعبك عليه وبكلمك عليه ترى له حدود. زي لما اجي اقول انا ما لم يكسر السهم طيب، ما لم يكسر كسر، كيف كسر طيب؟ فانت ما تجي بكره تدخل بناء على البرنامج وتصطف معاك انه انقلب السهم فتغيرت المؤشرات تقول والله البرنامج هو اللي قال لي. خلاص ما قال لك البرنامج 100%، هو بيقول لك على حسب القرارات اللي سواها خلال الفتره الماضيه اعطى نجاح ب 75 85 80%، بس في 20% فشلت. فهمتوا؟ فلا حد يدقق يبغى يمسك غلطه على البرنامج، افهم ايش بيقول والتزم. نحن الى الان حسب التجربه، انا بتكلم على صعيد شخصي وبدون مجامله، اكثر الشغلات اللي ركزت عليها بأشوف انه في مصداقيه البرنامج، لكن للي فهم، لكن اللي دخل غلط ترى هو اللي يلوم نفسه مو يلوم البرنامج. انا وضعتكم مثال عندي في البي سي اي امس لما سحبني 30 40 هلله على تحت، انا ما تقيدت من البرنامج، بس انا ما صحت وقلت افا والله البرنامج طيب يعطي، لانه قال لك لا تعتمد على كلمه ايجابيه، قال لك اعتمد على الشرط. وانت خلي عندك بعد نظر وخلي، ويا اخي ترى ما يغنيكم عن فن اداره المحفظه. يعني مو انا والله عندي 200,000 شفت اشاره ايجابيه في البرنامج حطيت ال 200 كلها، غلط صح ولا مو صح يا دكتور؟ لا بس نعم، نعم إدارة المحفظة أصلاً هي السر في النجاح. أخش بألف ألفين أنه ممكن أضطر أستخدم رقم للأرقام السبعة تحت بتعديل الكمية. تمام، بس هذه اللي كنت أبغى أبينه للناس، لأنه في بعض الناس قاعدة تتعامل مع البرنامج والاختبار أخدينه كده، يبغى يحاولوا يطلعوا أخطاء. يا أبويا أنا كمحلل لو يفرط السوق ويكسر هتلاقيني كنت مبسوط من سهم اقول افا كسر الدعم وقف يا ولد، غير التكتيك، غير المدري ايش. خلاص هذه هي سوق الاسهم. لذلك فن اداره المحفظه امر مطلوب، استخدم البرنامج ده وفي نفس الوقت لا تنسى انه الشغله يبغى لها اداره، يعني تجزئه طلبات، تجزئه عروض. هذا ما لنا غنى عنه، اللي هو فن اداره السهم. مو تحط لي ال 200,000 كلها وتقول لي هو قال لي البرنامج اشاره ايجابيه وحقق لي الشرط، غلط. تفضل يا دكتور. الكلام اللي قاله محمود هذا المفروض يتحلى فيه كل متداول، كل المؤشرات والبرامج واللي وحس اصلا حتى تحليلك انت ترى ما هو اكبر من السوق. السوق اكبر من الجميع، والسوق يفعل ما يريد ان يفعله عندما يريد ان يفعل ما يفعل. ما في حاجة أكبر من السوق، هذا واحد. رقم اثنين، برنامج سوبر ترند يعتمد على الاحتمالات، وحنا نقول دقة الإشارات إجمالاً أكثر من 50%، مو معناته 100% صح، لكن مو معناته أنه والله أغلب الوقت خطأ، لا، 85% من الـ وأكثر بعد من الحالات إشاراته صح. وممكن ترجع إلى موقع سوبر ترند تجد تقرير الأداء، وعندك في البرنامج موجود تقرير الأداء في نسخة الجوال، كل شهر بشهر حتجد نسبة الأداء ما شاء الله فوق 90%. لكن هذا مو معناته أن أنت تأخذ البرنامج على عناء، أعطاك إشارة إيجابية تدخل، لا لا، أنت اسأل نفسك هل أنت التزمت بالنقاط بطريقة الطلب؟ البرنامج هو طريقة، لا تقول لي إشارة إيجابية ثم بعدين أنت تخالف الطريقة اللي قال لك عليها، لا، أنت تتحمل النتيجة دي في طريقة له. الطرق الخمسة تلتزم فيها، إذا أنت التزمت فيها أنت في الاتجاه الصحيح. نزل السهم هذا شيء وارد، انت عندك وقف خساره في هذه الحاله التزم فيه. فبالنسبه يعني للعالميه ما زال السهم ايجابي، فلا تقلق من هذا الموضوع. بالنسبه للاسهم الجديده يا دكتور اللي يتم ادراجها، زي قبل اسبوع نزل سهم جديد في السوق، هل بتظهر في في البرنامج ولا انتم تعملوا له تحديث بطريقه من يعني يدويه؟ البرنامج ياخذ لازم 6 أشهر عشان تظهر، لازم تكون البيانات 6 أشهر. يعني أي سهم جديد ما راح يظهر، ممكن يظهر مستقبلا في اللحظة فقط. إحنا عندنا سنة على فكرة،
احنا في قانون مركز الاسهم السعوديه لازم اي يمر عليه سنه، انتوا عندكم 6 اشهر بعدين يبان. 16 عشان بيانات اصلا مو عندنا احنا، عشان هو البرنامج ياخذ اللي اخذناه احنا قلنا من بورصه نيويورك، البرنامج كان شغال عليه من احد المكاتب، هو اصلا مصمم كذا لازم يمر 360 سمعتوا يوم يا عشان شباب؟ يروح. سمعتوا؟ ايان سمعتوا؟ ايان في واحد يسال عن ايان، يا اخواني ايان ابحث عن الرمز، هو مكتوب باسم الاحساء ترى على فكره ايان، لان الاسم احنا اخذين مصدر ثاني مسميها بالأسماء بالاحساء، حتى لو ما القديمة سمى ما إيه ما تعدلت. سماها، انا يهمني الرمز، تبحث عن الرمز او اللي هو 2 1 40 حيعطيك الاسم على طول. اي سؤال انا جاهز، تفضل اي سؤال، اعطيهم المجال بما ان احنا اذا في مجال على المايك. ما في حد رافع يده. اوكي. يبغوا تحليل او لا تحليل، تحليل ايان اللي هو الأحسن للتنمية. الاحساء. طيب كيف تقرا سهمك؟ وهذه فرصه اعتبروها درس مسجل وانا اختم فيه. كيف تقرا؟ افرض انت عندك سهم سواء تمتلك فيه او ما تمتلك فيه، كيف تقرا سهمك؟ سواء طلعت عليها اشاره ايجابيه او ما طلعت عليها اشاره ايجابيه. عندنا سهم ايان او الاحساء للتنميه، هذه بطاقته، انا يهمني البطاقه هنا، يهمني عناصر البطاقه، عناصر البطاقه هل في اشاره ايجابيه ولا لا؟ افتح اليوم يكفيك اليوم. هل في اشاره ايجابيه ولا لا؟ هل تحقق شرط الاشاره الايجابيه ولا لا؟ لانه لو ما تحقق الشرط هتتحول الى سلبيه مؤقته. هل فيه ماركت بروفايل ايجابي ولا لا؟ هنا عندك اللي عناصر القوه نسميها هنا. هنا عناصر القوه. هل في تنبيهات فنيه هنا ولا لا؟ هل في منطقه تحول ايجابيه ولا لا؟ هل في نموذج فني ولا لا؟ هل اتجاه الترند العام بالاخضر؟ لو كان بالاخضر معناته منتقل للايجابيه حديثا، وهذا افضل لما يكون بالرمادي، الرمادي استمراريه. فايان عندي انا اتجاه الترند العام استمراريه صعود، فيه عندي ايجابيه هنا انه اخترق قناه، حنشوف كيف اخترق قناه عبر اتجاهات السهم، حنشوفها بالتمام. عندي فيه اختراق مثلث ايجابي، لكن لا تغيير في الوضع الفني منذ اخر اشاره، حرجع انا على سجل الاشارات في الاسفل واشوف اخر اشاره كم على ايان او الاحساء ايش كان. على فكره النقاط السبعه تقدر تطلب عليها، يعني حتى تقدر تضارب عليها حتى لو ما كان في اشاره ايجابيه او سلبيه، ولكن نفضل انه يكون في اشاره ايجابيه وتقدر تضارب. فعندي ايان انا من امس معطيه الدخول، اليوم ما اعطى دخول، ما هو امس، قبل امس، تمام، وهذه اشاره ايجابيه ما تحقق شرطها، هذه اشاره سلبيه ما تحقق شرطها برضه، تمام، هذه اشاره ايجابيه، فهي اخر اشاره ايجابيه، اخر اشاره ايجابيه في ايان، وما زال اذا السهم ما زال ايجابي. اشوف اتجاهات السهم وهي المهمه، تعطيني تحليل موسع عن سهمي، افتح على اتجاهات السهم في البدايه واشوف النماذج المتكونه. لاحظوا ايان كيف، افهموا هذه يا اختي، شوف عندي مثلث، قال لي في البطاقه اخترق مثلث، هذا هو المثلث، وهذه اشارات سوبر ترند حقت الايام اللي راحت، خليني امسحها عشان اخفيها، اسوي لها اخفاء عشان ما تشتتني، عشان تكون الشاشه واضحه. هذا هو المثلث اللي قلنا عليه، خليني اكبر شويه، هذا المثلث، شوف اختراق المثلث واعاد اختباره. اليوم كم سعره؟ خليني اشوف اليوم، اروح للحظي ثم ارجع اليومي، حيحدث لي الشمعه اليوميه. اليوم دخل في المثلث، اذا هذه الشمعه اليوميه دخل عليها تقريبا الان حاليا في تقريبا 27/10، يعني خلال 10 دقائق كان سعره 27/10. اذا السهم انا عندي دعم المثلث، وهو خط يعتبر، شوف هذا الخط المثلث ذا اعاده اختبار، وهذا خط دعم، اذا انا عندي منطقه دعم على ايان تقريبا 26/80 26/70، هذا دعم ممكن ازود الكميات عليه، ممكن اللي يبغى يدخل عليه كمان يعتبر دعم، تمام، هذه النقطة الأولى، لأنه هذا هو الدعم الوحيد، عندي مثلث كسر المثلث، لكن أحذر من أنه يخرج عن المثلث، يعني هذه مهمة أنه ما يكسر المثلث ويتهادى إلى الأسفل. عندي وقف الخسارة شو معلم لك، هذا وقف الخسارة معلم لك، هذه النقاط كلها النقاط السبع الموجودة في البطاقة، فعندي وقف الخسارة هنا تقريبا راسمه لك على حدود 26 20 تقريبا، لو رجعت للبطاقة حتجد أنه 26 22،
تمام، اذا هو على 26 22. اشوف القنوات، شوف القنوات هنا، محدث لي القناه حقت اليوم. القنوات والله كسرت، كسر خط القناه الصفر اللي الان يتداول تحتها، هذا مؤشر سلبي ولكن عنده دعم هنا قريب. شوف هنا الدعم، احط الماوس عليه 26 50 الدعم حق ايام قناه. اروح القنوات الاخرى، عندي خمس قنوات كل واحد محسوب بطريقه مميزه. شوف لاحظ زي السهم الساقط، يا سلام. ليش نزل اليوم؟ لانه حد القناه ضرب فيه واليوم نزل، هذا متوقع. ما اشتري انا، الاخ اللي هنا يعني انا ما اشتري في هذه القمه ابدا، المنطقه هذه، الا اذا اخترق القمه هذه وصعد، اذا اخترق هذا الطرف. فهو حاليا بينزل ونشوف. طيب عشان بس وقت الاذان يا دكتور، ناخذ بريك طيب. للصلاه والاذان. اوكي. يعطيكم ألف عافية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أحبتي رفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي للمدينة المنورة والمنطقة الغربية بشكل عام، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب يا حبايب، نحن طبعا انتصفت الجلسة وتراجع صافي الشراء كما يعني ما نبي نقول كما توقعنا، ولكن من المناطق اللي كنا نعتبرها مفترق مهم وذكرناها أثناء التحليل الفني، وفعلا تراجع المؤشر وحصل جني أرباح
واصبح الان صافي الخروج 86 مليون، وتراجع المؤشر الان عند مستويات 11309. راح تكون منطقه اغلاق الامس حتى الان هي منطقه دعم لحظي، بما اننا تخطيناها اللي هو كانت قريب ال 11300 او 299. لو كسرناها ما زال دعمنا الرئيسي خلال الجلسه هو مستويات 11935 اللي هي تقريبا الرئيسيه، وفي قبلها زي ما انتم شايفين اخونا ابو يحيى وضع لكم شارت الساعه منطقه التينكن عند 11272 على بعد 38 نقطه، لكن حيبقى السوق ما زال استراتيجيا جيد ما لم يكسر 235 او يكسر الترند، وهذا شيء متوقع وجني ارباح. وقلنا تابع سهمك، ترى في كثير اسهم ما لها شغل في عمليه الجني، واقفه هي ما تحركت من اول عند الدعوم واقفه. اللي بيدخل في الجني هي شركات متحركه اعطت خير لملاكها، وما زالت كثير منها يعني بيستغل الضغط لاختبار دعم ثم العوده من جديد. العموم نسال الله لكم التوفيق. اكثر سهم الان وهو قضيه يمكن كثير من الجالسين، اقول لك يا ابو يحيى، في واحد اسمه خالد، ها في واحد اسمه خالد، يا ريت بالله عليك يستبعد من الزوم نهائيا. هذا واحد ممتحني على من امس على الخاص، يكتب عباره، يكتب بس كده خالد اسمه، يقول لا تتهرب لا تتهرب، دائما كلمه لا تتهرب، شوف السهم ده كسر، لا تتهرب لا تتهرب. سيبك منه، ما خرج، ما هو موجود. بس خالد بالعربي ولا بالانجليزي؟ لا خالد بالعربي، اذا لقيته بالله يطير. من امس هو ممتحني بكلمة لا تتهرب، وما يكتب على العام، هو لأنه عارف العام حتنشفه. فالمهم خليني، أنا بصراحة عرفت من هو، أنا عارف من هو هذا واحد اللي بالي بالك، اللي دائما من أصحابنا اللي نعرفهم، يعني اللي دائما يعاندني حق التحليل الزمني. ها طيب اوكي، لانه ذاك اليوم يعني واضح انه داخل عندي جيني من باب الاذيه بس، يعني ها طيب لا تتهرب لا تتهرب، شوف ما ادري. طيب يا شباب، السهم اللي الان قلنا عليه الاهلي تكافل، هو الان اللي يعتبر اكثر سهم نازل من الاسهم اللي تحت المتابعه، وقلنا حتى لو نزل اساسا نحن عايشين مشاكل السهم، مشاكل اندماج، ولكن يبقى الدعم 37. قبل ما اروح اصلي ها ابغى اقول لكم على حاجه، شوفوا يا شباب، هذه المنطقه اللي ضحك الاهلي تكافل والعالم تستنى المعادله، وارتد الاهلي تكافل وطلع، وقلنا الحمد لله، والسهم شوفوا حتى طلع اعلى من مستويات ما تعلقت الناس، يعني اعطاكم فرصه السهم، وقلنا خلاص كسرت 39 ما نقبل فيها، يعني ما يصير يرجع يكسر متوسط ال 50%، كسرها. طيب فين القاع؟ 37. شوفوا الان السهم فين وصل؟ وصل ضرب المتوسط كم؟ 200 مليون، ضرب المتوسط عند متوسط ال 200، هذا دعم. تبغى تغامر، تبغى تدخل، تبغى تعدل، تبغى تمشي على التحليل الفني، هذا دعم. ما في وقف خساره لهذا الدعم الا انه يكسر القاع السابق 36 ويكسر شعره معاويه. مين يتذكر شعره معاويه معايا؟ لما كنا ذيك الايام بنتكلم وبنقول احتمال ما لم يكسرها يرجع. شوفوا شعره معاويه هي هذه يا اخوان اللي في حاجة مهمة، قلنا القنوات تكلمنا عنها، نروح غطسة السهم بالنسبة للأيان، ما زلنا في أيان نبغى ندرس، شوفوا غطسة السهم. وطبعا في ملف موجود عندكم اسمه ملف اتجاهات السهم، افتح السكرين عندك كل... ما مفتوح، آسف. طيب دقيقة، أيوة نروح إلى الأيان ونفتح على اتجاهات السهم. فكنت أقول إن اتجاهات السهم هذه كل الأيقونات هذه شرحها موجود، ملف اسمه اتجاهات السهم في الملفات المذكورة للمساعدة بالتفصيل موجود فيها، ولكن أنا الآن أشرح كيف غطسة السهم بشكل مختصر. غطسة السهم تقول لا تشتري إذا كان قاع، يعني أنت الآن السهم هنا خطر تشتري، السهم هنا خطر تشتري، السهم هنا لا انتظروا في عند الغطسة، انتظروا عند الغطسة. هذا السهم هذا بحر الدعوم، وأربع مستويات بحر الدعوم، شوف كل ما وصل، كل ما وصل عيد الكلام وأزيده، لأن خلاص احنا عرفنا ذا كلام، كل ما وصل بحر الدعوم نقز فوق هنا، ها وصل هنا، هنا المفروض الشراء الحقيقي أيان هنا في القاع هذا، وليس اللي اشترى من فوق، هنا الشراء الحقيقي. فحاليا أيان يعني يعتبر فوق، يعني احنا قلنا نقول انه
الافضل تنتظره عند بحر الدعوم هذا الافضل يعني، وان كنت في السهم في اشياء ثانيه تعطيك، لكن حسب غطس السهم لا، الافضل الشراء على الحد هذا لما يغلق فوقه او على الحد هذا او الحد هذا. طيب في حاجه مهمه في سوبر فوليو بتبين لك طبعا الحجم العادي، الحجم العادي ليش اعطاني سلبيه؟ لانه اليوم تداول عالي صراحه، شمعه اليوم اعطاني سلبيه الان، يعني هذا الحجم العادي سلبيه، شوف اليد، لانه هذه شمعه اليوم المفرغ، هذه شمعه اليوم، هذه امس، وانا اليوم فيه شراء او بيع، اسف، كان تداول عالي، تداول عالي، شوف اعطاك اشاره سلبيه، اشاره سلبيه على الحجم. ليش؟ لانه كان اعلى من المتوسط، مع انه متوسط التداولات قليله بسيطه، ولكن اعلى من المتوسط 10 ايام للايام الماضيه. عشان كذا، وطبعا بما ان الشمع حمراء، الشمع حمراء والتداول اعلى من المتوسط، فاعطاك اشاره سلبيه. هذا بالنسبه للحجم العادي. ولكن سوبر فوليو يعطيك قراءه اوسع وافضل بالنسبه هل الشراء حقيقي ولا لا؟ لو وضعت خط هنا وخط هنا حيعطيني 2 مليون الشراء من القاع 26، 2.5 مليون سهم. طيب خلينا نشوف البيع كم كان من هنا الى هنا، نص، تخيل البيع من القمه هذه 27 40 تقريبا الى 26 نص مليون سهم، والشراء من 26 الى القمه 2.5 مليون سهم. اذا شراء حقيقي، شراء قوي. تمام، خليني اقارنه بالشراء اللي هنا 1.5 مليون. اذا الشراء هنا اعلى بكثير في المنطقه هذه، كان اعلى بكثير من الصعود هذا، هذا مؤشر جيد، واعلى بكثير من النزول هذا، مؤشر ممتاز. اذا ايام شراء حقيقي، ما يغرك التراجع ده، صح متراجع اليوم، لكن انا ممكن اشتري عدو لانه شراء حقيقي، ما لم تكون كميات هذه اغلاق اليوم كميات كبيره. يعني اذا كان النزول اليوم كميات بسيطه، اذا ما راح يتغير شيء، لكن لو كان نزول بكميات كبيره اليوم لا، انا ابدا اعيد مره ثانيه. لكن حتى الان الشراء كان قوي حسب سوبر فوليوم، وقوي جدا، ومتوقع الارتداد اليوم او غدا لما يصل الدعوم تقريبا 26/8. هذا ما لدي، وانا استاذنكم اصلي، وان شاء الله بعد الصلاه على 1:30 1:15 انا معاكم لمده كمان نصف ساعه لاي اسئله. وشكرا ابو يحيى، شكرا ابو محمد، بارك الله فيك يا دكتور، يعطيك الف عافيه، شكرا للشرح الوافي والكافي.